زبدة أول شيء بهذا المنتج من كانتو. خلاصة زبدة الشيا يستخدم 3 استخدامات، تقدرون تستخدمونه شامبو أو غسول للجسم أو بلسم. صبغة للشعر من قرنيه بخلاصة زيت الأرقان والقهوة، تغذي الشعر وتغطي كل الشعر الأبيض، والمهم إنها خالية من الأمونيا، واللون يدوم معكم لمدة 5 أسابيع. غسول للبشرة من نيفيا جدا جميل، ينظف البشرة ويزيل الزيوت والشوائب بخلاصة الألوفيرا وفيتامين B5. شاور جل جميل من نيفيا يستخدم 3 استخدامات للجسم والوجه وأيضا الشعر، تركيبته قوية في إزالة العرق والأوساخ، ومتوفر خيارات كثيرة من مزيلات العرق اللي ثباتها عالي ضد التعرق. كريم مرطب من نيفيا نسبة ترطيبة جدا عالية، يخفف من جفاف وتشقق البشرة، تقدر تستخدمه للوجه والجسم واليدين. مجموعة كبيرة من أمواس الحلاقة وفوم الحلاقة، معجون كريست مناسب للمدخنين، يزيل البقع السطحية ويعطي انتعاش لرائحة الفم. تعاني من أسنان صفراء أو سوداء بسبب التدخين أو شرب القهوة؟ هذا المنتج بيفيدك لأنه يقلل بقع الأسنان وينظف ويبيض الأسنان، أيضا يجعل أنفاسك منعشة.